السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بطلابي الأعزاء، مرحبا بالأطباء الكرام. معكم الدكتور وضاح الحاج، أستاذ بريدونتولوجي أند أورال ميديسين، طب الفم وأمراض وجراحة اللثة. نبدأ اليوم مع أول محاضرات البريدونتولوجي. طبعا المحاضرة اليوم نتكلم فيها introduction، يعني بعض المصطلحات المتعلقة بالعلم اللثة وأمراض اللثة، وبنتكلم فيها كبداية عن أول مكونات أو تكوين البرودونشيوم. وأول مكونات البرودونشيوم وهي الجنجيفا. كما نرى الآن في شوية definitions and terms، بعض المصطلحات والتعاريف بنتكلم عليها. كم أي مادة نشي نعرفها من البداية لازم نعرف الأشياء الأساسية فيها. أول شيء بنتكلم عن ما هو معنى كلمة بريودونتولوجي أو بريودونتكس. نعود لكلمة، أو بنبدأ بحاجة معروفة في اللغة الإنجليزية يسموها البريفكس والسفكس. البريفكس والسفكس هذه معناتها، البريفكس معناها عبارة عن جزء معين من كلمة لما يأتي، أو يعني قطعة معينة لما تأتي قبل كلمة معينة فهي تعني مبنى ثابت. والسفكس برضو جزء معين إذا أتى في آخر كل كلمة فيعني مبنى ثابت أو معنى ثابت. مثلا في كلمة بوست وبري، مثلا لما نشوف كلمة بري قبل أي كلمة نعرف أنها ما قبل، لما نشوف بوست نعرف أنها معناها بعد. يعني مثلا بري هايبرتنشن أن ولا بوست هايبرتنشن، مثلا ما قبل الضغط، حالة ما يعني قبل حدوث الضغط أو بعد. مثلا كلمة أو مصطلح السافكس أيضا شيء لو وقف في الأخير يعني كلمة ثابتة، زي مصطلح لوجي لما يجي بعد أي كلمة معناتها علم. لما نقول مثلا فسيولوجي علم الأعضاء، لما نقول باثولوجي علم الأمراض، أي شيء في الأخير لوجي معناتها يعني علم. هنا برضو بنتكلم بنفس الطريقة. فهنا عندنا في كلمة بريو دونتولوجي، بريو معناتها كلمة معناها إنها ما حول، أراوند، شيء حول، يعني أراوند شيء محيط بالشيء. لوجي معناها علم، والكلمة اللي في الوسط أودونتو، وهذه سهلة جدا، أودونتو معناتها سن. إذا إحنا بنتكلم عن علم يتكلم عن الأشياء التي تحد بالسن، وكلمة بريودونتكس نفس الكلام. إذا تعريف البريودونتولوجي أو البريودونتكس هي عبارة عن ذات سبيشاليتي أوف دينتستري ذات ستاديز، فرع طب الأسنان الذي يدرس السبورتنج ستراكشرز أوف ذا تيث، الستراكشرز اللي هي تحيط وتدعم السن، والديسيزز والكونديشنز التي تحيط التي افكت ذم. يعني بنشوف ايش الحاجات اللي هي تحيط بالسن، ايش الستراكشرز المحيطه بالسن، وايش الامراض اللي تصيب هذه الستراكشرز. طبعا تتعامل مع ايش؟ المينتنانس اوف هيلث، كيف نقدر نحافظ على صحه هذه الستراكشرز، كيف نعمل تشخيص وعلاج لهذه الامراض اللي تصيب اللثه، وبرضه البليسمنت اوف دينتال امبلانت. في ناس كثير فاكرين انه الامبلانت مثلا تبع تخصص واحد، وفي ناس فاكرين انه الامبلانت هو تخصص فريد وحده كذا، يعني زي ما احنا ندرس مثلا السيرجري وحدها في تخصص، او الاورثو او البيريو او الاندو. في ناس فاكرين انه الامبلانتولوجي هو عباره عن تخصص واحد. طبعا معروف انه الامبلانتولوجي مقسوم بين ثلاثه تخصصات، الاورال سيرجري والبريودونتولوجي، والتخصص الثالث اللي هو ايش؟ اللي هي البروستودونتكس. في ناس طبعا الجراحه ماشيه على طبعا بشكل رئيسي الاورال سيرجري، وكمان يدخل فيها البريو، والبريو كمان يتعامل مع المشاكل اللي تحيط بالامبلانت، والبروستو هو المخول بالتعامل بكيفيه عمل تركيبات لها. الان بدات بعض المعاهد في اوروبا، حتى الان في القاهره قد في تقريبا في كمان جامعات بدات تعطي ماستر في الامبلانتولوجي، وهذا شيء جديد على، لكن ما كانش موجود من زمان بشكل تخصص منفصل. طيب الحاجة الثانية الآن، المصطلح الثاني اللي هي البريودونشيوم. طيب هذا عبارة عن إيش؟ هي الأنسجة الخاصة specialized tissue التي تحيط and support the teeth، تحيط وتدعم الأسنان وتحافظ عليهم في المجزلري والمانديبلر بون. طيب برضه بنفس الطريقة اللي بتكلم عليها قبل شوية، كيف قالت التسمية هذه؟ بنفس الكلمة المصطلحات اللي قلنا عليها قبل شوية، البريفكس والسفكس. بري معناها زي ما قلنا أراوند، ودونت اللي هو أودونتو معناتها أسنان. إذا هي عبارة عن الأنسجة اللي تحيط بالأسنان.
طيب زي ما احنا شايفين في الصورة اللي جنبنا على الشمال هذه وعلى يسار الصورة، بنشوف قدامنا السن بطبقاته المعروفة، الإنامل والدنتين والبلب والسمنتا، وبعدين في حولها بون، وفي حولها بريدونت الليجمنت، وبالأعلى في قدام جنجبة، وبنتكلم على هذه كلها بتفصيل. طيب الصورة اللي قدامنا الآن بنشوف واحد كذا شايب وقور، يعني ملامحه تجيب الارتياح. هذا طبعا الشخص هذا هو اعلى ما في علم امراض النثة، اعلى اسم موجود هو الدكتور فيرمن كرانزا. هذا طبعا مؤلف الكتاب التكست بوك الرئيسي في البريدونتكس اللي هو كرانزا كلينيكال بريدونتولوجي. طبعا انا حطيت صورته لانه يعتبر هو الرمز الاول لدكاترة البريو. اذا مصطلح بريدونتست، ايش يعني بريدونتست؟ نفس الكلام مع فارق ان احنا بنقول الشخص الذي يفعل هذه الاشياء. البريدونتست هو الدنتست طبيب الاسنان اللي يتخصص في بريفنشن دايجنوسيس اند تريتمنت اوف بريدونتال ديزيزز، وفي كمان بليسمنت اوف دنتال امبلانتس. طيب ما هي البريدونتال ديزيزز؟ البريدونتال ديزيزز برضه هي مجموعه من الامراض، يعني احنا بنتكلم في نفس الاطار بس الفارق مع العلم، الطبيب اللي يعالج الامراض اللي تصيب. اذا هي مجموعه من الامراض التي تصيب الانسجه اللي تكلمنا عليها قبل شويه البردونشيم، التي تدعم وتثبت الاسنان في مكانها. طيب يا دكتور هل هي مرض واحد؟ لا، هي في البدايه تبدا بالشيء الاسهل. احنا دائما اول شيء بنواجهه قدامنا، اول ما بنيجي نشوف قدامنا ما بنشوفش، احنا ما بنشوفش الحاجات اللي جايه لداخل، ما بنشوفش البون ولا البرودونتال ليجامنت ولا اي حاجه، بنشوف قدامنا الجنجيفا هي البارير الاول والرئيسي واللي يواجه العدوان البربري اللي جاي من البكتيريا ومن الانفكشن ومن الاشياء دي كلها. فاول شيء تعرض لها هي الجنجيفا، وفي حاله ما اصيبت الجنجيفا نصاب بالمرحله الاولى من المرض التهابات اللثه، ونسميها جنجيفايتس، يعني من اسمها ايتس. احنا قلنا سفكس ايتس، اي كلمه يجي فيها بالاخير حاجه اسمها ايتس معناتها التهاب، وجنجي لثه، اذا التهاب اللثه فقط. احنا نتكلم عن التهاب اللثه فقط، هي المرحله الاولى واللي نسميها جنجيفايتس. طبعا نشوف بس فيها التهاب، الاثار تكون على اللثه فقط، اللثه تكون محمره متورمه فيها بليدنج، لكن لو لا عالجنا ما عالجناهوش او كان العلاج خطا فالموضوع يتطور. اذا ليفت ان تريتد الموضوع يحصل انه الدستراكشن يمتد من الجنجيفا فقط، بحيث ينزل الاندرلاينج ستراكشرز اللي هي البون بريدنتال ليجمنت وحتى السمنتم، ويعمل حاجه نسميها بيريو دونتايتس، يعني التهاب الانسجه الداعمه للسن. ما عادش انت التهاب اللثه بس وحدها اللي هو الجنجيفايتس، لا، التهاب الانسجه الداعمه للسن كلها، اوكي، اللي هي كل الانسجه بنتكلم عليها الان بعد شويه، اوكي. طيب اذا نبدا نتكلم الان، خرجنا من التيرمز الديفينيشنز، نتكلم الان عن الاناتومي اوف نورمال بريدونشيم. البردونشيم زي ما قلنا اتفقنا عليها قبل شويه انها الانسجه التي تحيط بالايش؟ بالسن. طيب السن هذا هل هو مطروح؟ احنا الان لما نجي نتفرج بصوره امامنا بنشوف السن قدامه لثه. طيب هل السن هذا موضوع في داخل اللثه؟ يعني بالعقل والمنطق هل السن في داخل اللثه؟ لا يا دكتور، مش منطق الكلام هذا. ليش؟ لان اللثه سوفت ولا يمكن اللثه تثبت السن. اللثه لو هي بقى السن محطوط داخل اللثه بنحصل السن يلعب يتحرك دانسينج داخل. اذا لا، محطوط داخل ايش؟ محطوط داخل شيء هارد. ايش الشيء الهارد هذا؟ البون. اي بون يا دكتور؟ الجو بون، عظم المانديبا وعظم المكزيلا. اذا العظم السن محطوط داخل البون. اذا اول حاجه تحط طبعا تحيط او مغروس داخل السن هي البون. طيب يا دكتور هل البون هذا ان دايركت كونتاكت او ان دايركت تاتش مع السن، يعني العظم وبعدين فوق السن المباشره؟ لا طبعا. ليش؟ لانه لو كان الاثنين الى بعض بيكون هارد تو هارد، فبيكون العظم يعني شغله العض وشغله الاوكلوجن متعبه جدا، واي تروما بسيطه لو عضيت على حصوه بسيطه ينكسر السن على طول، لانه ما فيش حاجه بينهم، في بينهم طبقه سوفت هي اللي تربط ما بين البول من جهه والسن من جهه، وهذه منطقه البيردونتال ليجامنتس، هذه اللي هي بين السن وبين الايش؟ اي جزء من السن؟ الكراون والروت. طبعا الروت لانه الكراون فوق مش مغروس في العظم. اذا في معانا، اذا للان تكلمنا عن الجنجيفا اللي مغطيه من فوق، وبعدين معانا البون المغروس داخل السن، وبعدين معانا البيردونتال ليجامنت اللي هي ما بين البون وما بين السن. طيب هل كذا خلصنا البردونشيم؟ لا، في جزء رابع
اللي هو ايش؟ زي ما انتم شايفين في اخر سطر هنا السمنتم. لا يا دكتور مش طبيعي، كيف السمنتم يعني؟ يعني كيف السمنتم؟ انت الان تقول السمنتم، السمنتم جزء من السن، صح؟ السمنتم جزء من السن، لكن من جهة أخرى يعتبر جزء من البريودونشيوم، وبنتكلم بعد شوية ليش. زي ما احنا شايفين هنا قدامنا البريودونشيوم يتكون من أربع أشياء: الجنجيفا في تصنيف لوحدها، والاتاشمنت ابريتس الثلاثة البقية. ليش خلينا الجنجيفا وحدها؟ لأنه الجنجيفا تقريبا لا تحيط بالسن إلا بمنطقة صغيرة عند عنق الأسنان، يعني مجرد منطقة تتجاوز 2 ملي بالكثير، هذه اللي هي بس عند عنق السن، منطقة تلامس الجنجيفا مع السن. لكن الباقي الروت محاط بإيش؟ بالبون والبرودونتال ليجامنتس، عشان كذا نسميها جهاز الارتباط. طيب يا دكتور للمرة الثانية تكرر السمنتم، ليش صنفنا السمنتم هنا انه من البريودونشيوم؟ لانه السمنتم هو جزء السن، الجزء اللي من السن اللي يرتبط اللي عنده باقي الاجزاء حق البريودونشيوم. يعني الان هذا السن، السمنتم المحيط بالروت، البريودونتال ليجامنتس تمشي من جهه وترتبط بالبون، ومن الجهه الثانيه ترتبط بالسمنتم، عشان كده دخل ضمن جهاز الارتباط. يعني صحيح انه هو ما يحطش بالسن بشكل فعلي لانه جزء من السن، لكن ضمن جهاز الارتباط. اذا جهاز الارتباط يتكون من ثلاثه: البون، البرودونتال ليجامنتس، والسمنتم، وهذا اللي هو ثلاث اشياء. ثم الجزء الرابع من البرودونشيوم اللي هو الجنجيفا. اذا لما اجي اسالك ايش البرودونشيوم تقول لي يتكون من اربع مكونات تقسم على على على, على بطريقتين. الاول هو الجنجيفا لانها مش من جهاز الارتباط، مجرد مغطي للكل، هي عباره عن كفر. والثالث وثلاث اشياء تدخل ضمن الاتاشمنت ابريتس اللي هو الالفيولار بون، برودنتال ليجامنت، وسمنتم. اذا هذه الملاحظه اللي قلنا عليها قبل شويه، قلنا ان السمنتم يعتبر جزء من البرودونشيوم. ليش؟ لانه مع البون يعمل على تثبيت الفايبرز اوف برودنتال ليجامنت. برودنتال ليجامنت يرتبط بالجهتين، جهه بالبون وجهه بال وجهه الثانيه بالسمنتم. اذا زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره هذه، قدامنا هذا السن اللي على اليمين، طبقه الانامل هذه البيضاء، وتحتها طبقه الدنتين هذه اللي هي ورديه مخططه، وتحت الدنتين لو لاحظنا الخط هذا الرقيق اللي هو السمنتم، وبعدين في الجنجيفا من فوق. احنا شايفين الجنجيفا فقط تلمس السن في منطقه بسيطه، منطقه بسيطه. وبعدين هذه الخطوط اللي هي الماشيه بالعرض اللي هي باللون البرتقالي، واللي هي تمثل البرودونتال ليجامنت، وبعدين المنطقه هذه اللي عامله شكلها زي كانها بشكل صخري كذا، هذه اللي هي البون. اذا بون، برودونتال ليجامنت، وايش؟ وسمنتم، ومن فوقهم يجي على طول اللي هي الجنجيفا. اوكي؟ طيب نرجع كذا شويه لورا، نرجع شويه لورا عشان بس نفهم بعض الاشياء اللي هي متعلقة بالجنجيفا، وبنتكلم عليها بعدين بالتفصيل. يعني الآن احنا نتكلم في معانا في الفم حاجة نسميها الأورال ميوكوزا، الأورال ميوكوز ممبرين، اللي هو الغشاء المخاطي للفم. هذا عبارة عن الجزء اللي يغطي الفم بالكامل. الشيء الأحمر اللي لما تتفرج من برا بتشوف أمامك شيء أحمر، هذا يسمى الغشاء المخاطي، اللي يغطي اللسان، اللي يغطي الهارد بلت، السبلت، الجنجيفا، اللي يغطي البق الميوكوزا، اللينجوال ميوكوزا، الليبيا الميوكوزا، الفلور اوف ذا ماوث، كل هذه الأشياء هي نسميها أورال ميوكوزا. طيب إذا هي تعتبر، أنا دائما أقولها في محاضرة الأورال هيستولوجي، هي تعتبر المعادل الآخر للسكن. إحنا في السكن هو عبارة عن الغلاف الخارجي للجسم، بينما الميوكوزا هو الغلاف الداخلي للجسم أو البطن الداخلي. هذا غلاف خارجي وهذا بطن داخلي، بتحصلها موجودة الميوكوزا في كل الانترنال أورجان أورجانز، يعني بتحصلها في الفماوث، في الآي، في النوز، حتى في الجي أي تي، في هذه الأشياء كلها ميوكوزا. إذا هي عند الأورال ميوكوزا موجودة، وتبدا من السكن اوف ذا ليبس، طبعا البوابه الخارجيه عند السكن اوف ذا ليبس، وتمتد لحد اخر السوفت بليت، لحد ما تلتقي مع الفارينكس من الجهه الداخليه. طيب هل الاورال ميوكوزا عباره عن نوع واحد؟ لا، احنا معانا ثلاث انواع من الميوكوزا، في معانا الماستيكاتري ميوكوزا، وفي معانا سبيشلايزد ميوكوزا، وفي معانا اللايننج ميوكوزا. طيب الماستيكاتري ميوكوزا من اسمها، ما هو الجزء من الجزء الميوكوزا اللي في الفم اللي يقع عليه بشكل رئيسي المضغ؟ ف
فين المناطق اللي تمضغ عليها بشكل رئيسي؟ الاكل فين يتحرك بشكل رئيسي؟ طبعا احنا معانا الجزئين الرئيسيين وهو الجنجيفا وايضا الهارد باليت، الارض برضه الهارد باليت اللسان يجلس يقلب الاكل مع الهارد باليت. اذا ليش سميناه ماستيكيتوري؟ لانها الجزء اللي يقع عليها او يقع عليها بشكل رئيسي عمليه المضغ. نسميها الماستيكيتوري ميوكوزا، وهي موجوده في مكانين فقط، في الجنجيفا وفي الايش؟ وفي الميوكوزا اللي مغطيه للهارد باليت. طيب بالنسبه للسبيشلايزد، ليش سمي سبيشلايزد؟ لانها تقوم بوظيفه خاصه. ما هي هذه الوظيفه الخاصه؟ وظيفه التستنج اللي هي التذوق. ومن لما عرفنا الوظيفه الخاصه بنعرف فين مكانها موجود. طبعا لا توجد الا في مكان واحد اللي هي الدورسم اوف ذا تانج، على السطح الاعلى للسان الفوق، السطح اللي هو الشعر اللي هو باين بابيلاري. ولو رجعنا لمحاضرات الاورال هيستولوجي بنشوف المحاضره على التانج اللي تكلمنا عليها في الاورال ميوكوزا التانج، ومشروح الكلام هذا كله. طيب اللايننج ميوكوزا هذا اللي هو عباره عن نسميها الميوكوزا المبطنه، اللي خلاص ما لهاش دور رئيسي، مجرد مكمله للتشكيله، مجرد بس تقفل المكان وتحمل الكونكت تيشو اللي تحتها، اللي هي الاعضاء اللي تحتها. طبعا هذه برضه تلعب دور شويه، يعني الاكل برضه يروح لعندها، تعمل حمايه للاندرلاينج، لكن مش زي الماستيكوتري. هذه تحت كل المناطق الباقيه في الفم، غير الثلاث المناطق اللي تكلمنا عليها، غير الجنجيفا، غير الهارد باليت، غير الدورس اوف ذا تانك. يعني موجوده مثلا في الليبيا الميوكوزا، في البكال الميوكوزا، في السوفت باليت، في الاندر سيرفيس او الفنترال سيرفيس اوف ذا تانك، في الفلور اوف ذا ماوث، في كل المناطق الاخرى غير المناطق الثلاثه اللي تكلمنا عليها قبل شويه. اذا هذه اللي تكلمنا عليها، اولا الميوكوزا ثلاث اشياء، ماستيكاتري وهذه اللي تتعرض زي ما قلنا لضغط قوي اثناء الاكل في الجنجيفا والهارد باليت، والسبيشلايزد اللي هي زي ما قلنا في مناطق التست باتس واللي هي اساسا في الدورسم اوف ذا تانك، واللايننج اللي هي ما تتعرضش لمناطق عاليه او لمستويات عاليه من الاحتكاك. طيب اذا الان بدنا نتكلم في باقي المحاضره هذه على شويه، بنتكلم شويه على الجنجيفا وبعدين بنخلصهم في المحاضرتين اللي بعدها. الجنجيفا هو الجزء الاكثر بنتكلم عليه، بيحتاج تقريبا محاضرتين ونص لانها الجزء الاهم والاوسع. دائما اقول لهم ان الجزء الجنجيفا هي اهم شيء موجود معانا، مش لعدم اهميه البقيه، لكن لانها اول شيء زي ما احنا شايفين في الصوره اللي على الشمال، هي اللي تكون في البدايه في الصوره في يعني امام العين مباشره، فهي تلعب الدور الكبير في ايش؟ في موضوع الاستيتيك، هذا لها الدور الكبير في الاستيتيك. ثاني شيء كمان غير موضوع الاستيتيك، زي ما قلنا لانها تلعب الدور الكبير في ايش؟ في الاستيتيك، لانها قدام العين. فلما تروح اللثه لاي سبب تتغير شكلها، يتغير لونها، يحصل لها انحسار، يتاثر استك بشكل كبير. الشيء الثاني كمان لانها هي تعتبر زي ما قلنا هي الحاجز الاول، هي الفيرست بارير اللي يواجه كل المؤثرات الخارجيه، الاثر اللي يواجه البكتيريا، يواجه التروما، يواجه كل شيء. فهي خط الدفاع الاول اللي لو تم اختراقه على طول يتم الوصول لباقي المكونات، وبعدها الموضوع يتحول من مجرد جينجيفايتس والتهاب لثه عادي الى بيريودونتايتس، التهاب الانسجه الداعمه او المحيطه بالسم بالكامل. اذا ما هو تعريف الجينجيفا؟ هي ذلك البارت اوف ذا اورال ميوكوزا اللي يغطي الالفيولار بروسيسز اوف ذا جو، يعني يغطي اللي هو العظم المحيط بالاسنان الالفيولار بروسيسز، ويحيط ايضا باعناق الاسنان. ركزوا على الجمله هذه، زي ما قلت لكم هي اساسا الجنجيفا اساسا تحيط بالدرجه الاولى بايش؟ تحيط بالالفيولار بروسيسز بالعظم، لكن في منها جزء بسيط تقريبا 2 مللي بمعدل 2 مللي يحيط باعناق الاسنان عند تحت منطقه السمنتو من جانكشن مباشره، حاجه بسيطه جدا. طبعا زي اي ميوكوزا في الجسم تتكون من طبقتين، الطبقه الاولى نسميها الابيثيليال لاير، والطبقه الثانيه نسميها الكونكتيف تيشو لاير، ولها اسم خاص الموجود في الفم والمناطق المحيطه فيه، تسمى اللامينا بوبيريا. اذا لما اقول لك ايش، طيب لما نجي نشوف شكلها من خارج، اوكي طبعا هي ما تاخذ شكلها معلومه قبل ما نتكلم عن الكلام هذا، في معلومه انه اللثه ما تاخذ شكلها النهائي والتكشر النهائي لها والفورم النهائي الا بعد ما يحصل كومبليت الرابشن اوف ذا تيث. طالما الاسنان عادها في مرحله الرابشن في سن الثمان التسع العشر لحد اخر ما توصل لاخر سنه اللي نعتبره السكند مولر، لانه الثيرد مولر هذا شيء متاخر، فلا بتكون على شكل اللثه ما اخذت شكلها النهائي، تاخذ شكلها النهائي لما ايش؟ لما يحصل فول الرابشن اوف ذا تيث. طيب
الآن لما أجي أشوف قدامي، هل بشوف اللثة قدامي بشكل واحد؟ هل هي كده قطعة مستطيلة مثلا، أو قطعة مربعة، أو قطعة دائرية؟ لا، الآن في عندي أكثر من تقسيمة. أنا باجي أشوف إنه في معي 3 مناطق أساسية في اللثة بتكلم عليهم كلهم. المنطقة الأولى اللي هي بين الأسنان نفسها، واللي عاملة زي المثلثات بين الأسنان، وهذا نسميها البابيلاري أو الانتردينتال جينجيفا. المنطقة الثانية اللي هي عاملة بعدين زي الحزام، بنشوفها بالصورة إن شاء الله، حزام حول الأعناق كذا بشكل زكزاك، هذه اللي نسميها المارجينال جينجيفا أو الفري جينجيفا. وبعدين اللثة الأكثر اللي هي من عند المارجينال جينجيفا لحد أسفل حاجة عند الألفير ميوكوزا، هذه اللي نسميها الأتاش جينجيفا. وليش سماها هنا أتاش جينجيفا وليش سماها الأولى في مارجينال أو فري؟ هذا بنشوفه الآن بعد شوية. نشوف الآن الصور أمامنا، الصور واضحة ويعني باينة جدا. شوفوا الآن لو ركزتم على الصورة الشمال هنا، بتشوفوا إنه الآن السهم الأول مؤشر على المثلث اللي بين الأسنان. المثلثات اللي موجودة بين الأسنان هذه هي زي ما قلنا تمثل إيش؟ تمثل الشكل النوع الجزء الأول، وهو البابيلاري جينجيفا أو الانتردينتال جينجيفا. طيب لو ركزنا بعدين بنحصل إنه في السهم اللي قبله مؤشر على اللثة اللي هي على الحافة. ركزوا على تحت هنا الصورة اللي تحت، بتشوفوا ان الخط الاول المتقطع اللي هو تحت الجنب الاسنان عامل لك خط حوالين كل المارجنز اوف ذا تيث، عامل لك زي الحزام، حزام زجزاج متعرج. الجزء اللي فوقه هذا واللي هو يعتبر زي الحزام اللي فوق، هذا نسميها المارجنال جينجيفا او نسميها الفري جينجيفا. طيب بعدين بنحصل انه في خط ثاني تحته، خط متعرج ثاني تحته، هذا برضه خط اخر يفصل ما بين الجزء اللي هو طبعا اللي فوق فوق الخط الاول، هذا نسميه الاتاش الفري جينجيفا، وما تحته نسميه اتاش جينجيفا. طيب خلونا نشوف الخطين هذول عشان نفهم الباقي. الخط المتعرج الاول هذا عباره عن خط يفصل ما بين الفري جينجيفا او المارجنال جينجيفا وما بين اللثه اللي تحتها، واللي تمثل الجزء الاكبر من اللثه الاتاش جينجيفا. هذا الخط نسميه الفري جينجيفال جروف، الفري جينجيفال جروف بتكلم عليه التفصيل. طبعا هذا خط اناتوميك تشوفه في الغالب، تشوفه يعني في خط واضح. الخط الثاني اللي تحته بعدين في معانا خط ثاني اللي هو خط في الدرجه الثانيه نسميها الميوكو جينجيفال جانكشن، هذا خط اللي يفصل لنا ما بين الجزء الثاني من الجينجيفا اللي هي الاتاش جينجيفا، والجزء اللي من تحته واللي ما هوش جينجيفا اللي نسميها الالفيولار ميوكوزا، عباره عن ميوكوزا خلاص خرجت من الجينجيفا. الجينجيفا تمثل لنا الاجزاء الثلاثه اللي فوق اللي هم الجزء المثلث بين الاسنان واللي نسميه البابيلاري او الانتردينتال، والجزء اللي تحته اللي هو عامل زي الحزام حول الاسنان ونسميه المارجن او الفري، والجزء الثالث اللي هو الاتاشت. طبعا الجزء اللي تحته بعد الاتاشت هذه يعني المستوى الثالث من تحت، هذا نسميه الفيرال ميوكوزا، هو عباره عن ميوكوزا وليست عباره عن ايش؟ عن جنجبا. طيب اذا احنا معانا 3 مستويات، مارجنال جينجيفا، اتاش جينجيفا، والفيروميوكوزا. طيب يا دكتور انتقلت انه الخط الاول اللي هو الفري جينجيفال جروف خط واضح، اقدر ابين حاجات كثيره، هل الخط الثاني مش واضح؟ هل هو ما عندوش يعني مش مثلا ديبريجن ولا اليفيشن؟ ايوه بالضبط، الاول الفري جينجيفال جروف عباره عن ديبريجن، انخفاض. حتى لو شفتم انتم لو ركزتم في لو في لثه هيلثي كثير جدا، بتحصل قدامك انه عامله زي اللثه زي الحزام في البدايه، وبعدين تكون في لثه طبيعيه. اما الخط الثاني عباره عن خط تخيلي. ليش؟ يعني انا ما بحسش قدامي منطقه مرتفعه ومنخفضه، لكن اقدر اميزها بحاجتين. غالبا اقدر اميز لون اللثه عن لون الفيرول ميوكوزا، اللثه عاده تكون بينكش في الكلام، اما الميوكوزا تكون ريدش. بنلاحظ انه الخط هذا لو ركزت بيفصل بين منطقه ورديه ومنطقه اكثر احمرارا. طيب يا دكتور هذه برضه مساله نسبيه مش واضحه جدا. طيب الشغله الثانيه كيف اميز؟ بالحركه. الاول سميناها فري وسمينا اتاج الفري جينجيفا لانها مش ملتصقه. لو ركزنا على الصوره اليمين على اللي هي الصوره اللي فوق على اليمين، بنركز انه الفري جينجيفا لو ركزنا انه وراها فراغ نسميه السلكس، يعني الجزء هذا المثلث اللي يمثل الفري جينجيفا عباره عن جزء معلق او مش ملتصق، في وراه فراغ. فعشان كذا حتى احيانا لو عملت هواء تحسه يفصل عن الجينجيفا عن السن. بعدين الجزء اللي وراه اللي هو نسميه الاتاج، نحصل انه ملتصق بشده بالسن بجزء بسيط وبالبون، عشان كذا نسميه الاتاج. طيب اذا الاتاج ملتصقه بقوه، الالفيروميوكوزا مش ملتصقه، فيها حريه حركه. فلو جيت مسكت اللب وبديت احرك كذا اشد اللب للامام، بحصل قدامي ايش؟ بحصل على طول امامي شغلات انه
في جزء يتحرك معي ولونه احمر غامق، وفي جزء ثابت لونه بينكش. فهذا المكان، المنطقه اللي بينهم الفاصله، هي المنطقه اللي سميناها قبل شويه الميكوجينجيفال جانكشن. طيب نتكلم الان عليهم بالتفصيل. اذا اول جزء نسميها المارجنال او الفري جينجيفا، زي ما احنا شايفين بالصوره اللي فوق هنا. المارجنال او الفري جينجيفا هي الجزء اللي هو ما فوق الفري جينجيفا جروف، اللي هي من السن لحد الفري جينجيفا جروف. وزي ما قلنا هو عباره عن جزء ان اتاشد، هو اللي يمثل الحافه النهائيه الغير مرتبطه للجينجيفا، واللي تحيط بالسن ان كولر لايك فاشيون، يعني يحيط بالسن زي ايش معنى كولر. ناس كثير لما اقول لهم ايش معنى كولر يعني يجيب لي معاني غريبه عجيبه. لكن كولر هو، لو حاولنا نسهله، الطوق. شفتم طوق الكلب اللي يحيط بالكلب مثلا، هذا يسموه كولر، اللي هو زي الطوق. اذا هي تحيط بالاسنان بشكل زي الطوق. يا دكتور طيب احنا الان نشوف قدامنا زي اذا كانها خط في الامام كذا ماشي على خط، ما احنا نشوفها الان على بطريقه التو دايمنشن. لكن انت لو شلت الان، لو شفتها من فوق، جيت تفرقها من انسايزر، بتشوف انه الفريجنجيفا محيطه بالاسنان بشكل طوق من الاربع الجهات، يعني بتحصلها موجوده من البكال واللينجوال والميزيال والديستال. طيب اذا زي ما قلنا هي تفصل عن الجزء اللي تحته اللي نسميه اتاش جينجيفا بواسطه شالو اند لينير ديبريجن، واللي سميناه زي ما قلنا هو اناتوميك واضح ديبريجن انخفاض، ونسميه اللي سميناه الفري جينجيفال جروف. بس هذا ما نشوفه في كل الحالات، هذا ما نشوفه تقريبا في 50% من الحالات لما تكون اللثه هيلثي جدا فتشوفه. لكن لو في شويه حتى التهاب بسيط في اللثه في الغالب ما تقدرش تشوفه، ولانه الأوديما اللي موجوده في اللثه او البريدنج تخفي هذا 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 الدبرجن تماما. طيب المارجنال جينجيفا كم تقريبا مقاساتها؟ هي حاجه بسيطه، هي يمكن ما تعديش 1 مللي في الوذ، اوكي؟ وزي ما قلنا هي تمثل السوفت شي وول، هي عباره عن جدار الخارجي اللي من وراه على طول بنحصل فراغ نسميها الجينجيفال جروف. طبعا تقريبا يكون اخر ال المارجنال جينجيفا عند تقريبا المستوى السيمنتو انامل جانكشن. طبعا الهيلثي فري جينجيفا لما نيجي نشوف اللثه اللي هي صحيحه، الفري جينجيفا الصحيحه بنحصلها انها نايف ايدج، لو شفتها من الجنب بتحس انها مدببه شويه ما هيش مستديره. هذا لما تتحول الى لثه ملتهبه او فري جينجيفا ملتهبه ممكن تتحول الى راوند او رولد ايدج زي ما قلنا. طبعا تكون نايف ايدج، تكون فيرم يعني متماسكه قويه، وبنفس الوقت تكون عندها سموث تكستشر. وركزوا على النقطة هذه، احنا نقول سموث تكستشر يعني لما تشوف حقها الشكل كملمس لو شفتها بتشوفها كأنها ناعمة. طيب هذه بنقدر نميزها بعدين عن حاجة ثانية بعد شوية. ركزوا على نقطة ان هذه سموث تكستشر. الطبقة الثانية او الجزء الثاني من الجينجيفا واللي نسميه الاتاش جينجيفا، هذا زي ما قلنا هي متواصلة او بعد ما المارجنال جينجيفا على طول او بعد الفري جينجيفا على طول تيجي على طول معانا من الاتاش جينجيفا، وهذه نقدر نميزها عن الفري جينجيفا بواسطة الفري جينجيفا جروف. زي ما احنا شايفين بالصورة اللي على الشمال هنا، الخط الابيض هذا اللي هو الفري جينجيفا جروف، وما فوق الورد الخفيف هذا هو المارجنال جينجيفا، والنوع اللي وراه على او المنطقه اللي وراه اللي نحصلها بينكش، هذا اتاش جينجيفا. وبعدين في خط ثاني زي ما اللي قلنا خط تخيلي، هذا اللي هو الميكو جينجيفال لاين او جانكشن، وراه على طول الالفر ميكوزا اللي هي اكثر احمرارا في اللون وتكون موبايل. اذا ليش سميناها اتاش جينجيفا؟ زي ما قلنا لانها تايتلي بوند، مرتبطه بشده للبريوستيوم او البون اللي تحتها، وطبعا تكون فيرم اند ريزيلينت. طب ركزوا على الجمله هذه، احنا نقول فيرم اند ريزيلينت يعني ايش؟ يعني متماسكة قوية شوية، وريزيلينت يعني فيها برضو بعض المرونة. لازم نفرق بين فيرم وهارد. انا دائما اقول لطلابي انت لما اقول لك فيرم كأنك تمسك انفك، بينما لما نقول هارد كأنك تمسك جبهتك. الجبهة ايش؟ عبارة عن عظم، فلما تضغط على عظم الجبهة، الجبهة قوية، او حتى على خشب قدامك عشان نكون، لانه عاد الجبهة فيها السكين نفسها يخلي الموضوع فيها شوية ريزيلينسي. كأنك تمسك امامك قطعة خشب، فلما تضغط على قطعة الخشب لما تضغط عليها تحس انه في مقاومة شديدة، ما فيش اي مرونة. لكن اضغط على انفك في اوكي فيرم، في متماسك كويس، لكن في مرونة في ريزيلينسي. فهذا نفس الكلام بنحصله بنفس الطريقة. طبعا دائما اشبه لهم كمان الفيرمنس ب
كرة المطاطة القوية، المطاطة القوية لما تضغطها بقوة تشوف أن قدامك كرة فيها قوة بنفس الوقت في ريزيلينسي. إذا هي firm, resilient and tightly bound. أوكي؟ طيب، إذا زي ما قلنا إنه بعد ما الأتاش جنجيفا تمتد لحد ما توصل لمنطقة زي ما قلنا تكون عادة ترتبط مع الجزء الأسفل منه اللي عادة يكون لوز، يعني ما هوش فيرم زي هذا مش متماسك ومتحرك، وهذا اللي نسميه الفيرم ميوكوزا. وزي ما قلنا الفاصل بين الطبقتين بين الأتاش جنجيفا وبين الفيرم ميوكوزا هي منطقة أو خط الميوكو جنجيفال جانكشن. طيب هنا لازم نفرق بين مصطلحين دائما نستخدمه بغلط بطريقه غلط. نفرق بين مصطلح نسميه الوث اوف اتاش جينجيفا ومصطلح الوث اوف كريتينايز جينجيفا. طيب يا دكتور ايش الفرق بين الاثنين؟ الان لو رجعنا لو شفنا الصوره اللي قبل شويه وتذكرناها بنشوف انه في حاجه اسمها قبل شويه كان نقول اتاش جينجيفا صح؟ ايش قلنا في حدين؟ قلنا في معانا حد علوي يفصل بين الاتاش جينجيفا وما بين الثري جينجيفا وسميناها الثري جينجيفا جروف، وفي حد سفلي يفصل ما بين اتاش جنجيفا وايش والالفيرو ميوكوزا سميناها الميوكو جنجيفا جانكشن. اذا الاتاج اتاش جنجيفا هي هذه اللي قدامنا بالضبط اللي هي المساحه او المنطقه ما بين الثري جنجيفا جروف وما بين الميوكو جنجيفا جانكشن. اذا الاتاج جنجيفا الفعليه. طيب لو قلنا ايش الويث اوف كريتناز جنجيفا، احنا الان لو جينا نتفرج احنا نتكلم عن الجنجيفا اللي هي المتقرنه، ما قلناش الاتاج منها، ما اشترطناش انها تكون اتاج. طيب الالفيرو ميوكوزا محسوبه للجنجيفا؟ لا مش محسوبه، ما لناش دخل، ما لناش دعوه فيها خالص، هذه ما هي جنجيفا. طيب بالنسبه لدكتور الفري جنجيفا، الفري جنجيفا هل هي كريتنايز ولا لا؟ طبعا كريتنايز. اذا انا لما اقول وث اوف كريتنايز جنجيفا يعني اننا بتكلم عن الكل، بتكلم عن الاتاش جنجيفا زائدا من زائدا الفري جنجيفا. اذا الوث اوف اتاش جنجيفا هي الاتاش جنجيفا وحدها، لكن الوث اوف كريتناز جينجيفا هي مجموع الاثنتين مع بعض، الاتاش جينجيفا زائدا الفري او المارجنال جينجيفا. زي ما احنا شايفين في الصوره اللي في الشمال، هذه الصوره اللي في الشمال هذه واضحه، الجزء البرتقالي او الوردي اللي في الوسط هذا اللي ما بين الفري جينجيفا جروف والميوكو جينجيفا جانكشن وغير شامل للمارجنال جينجيفا، هذا الوث اوف اتاش جينجيفا. لكن لو ركزنا على الصوره اليمين هذه اللي هي المنطقه كلها اللي فوق الميوكو جينجيفا جانكشن شامل الثنتين، شامل الاتاش جينجيفا والفري جينجيفا، هذه هي اللي نسميها وث اوف كريتينايزد جينجيفا. شوفوا الصورة هذه مفصلة بشكل كبير جدا، بتحتاجوها بعد تكون ترجعوها باستمرار. طبعا بناجي من فوق في منطقة اسمها كل، بنتكلم عليها بعد شوية. لو شايفين السهم على قمة البابلة يسميها الكل وبنتكلم عليها بعد شوية. بعدين على طول يأشر لك على الفيشيال انتردينتال بابيلا قدامنا هذه، الان البابيلا جزئين اللي وجهه اللي عندنا نسميها الفيشيال والفلقات الثانيه نسميه الايش اللينجوال او البلاتا حسب مكانها. وبعدين السهم الثالث هنا مؤشر على حاجه نسميها الجانكشن الابيثيليوم، لان هو في منطقه السين ما لنا من منطقه الان. لو مركزين على عامل منطقه ورديه اللي هي زي الحزام البسيط والحبه السين نسميها الجانكشن الابيثيليوم. طبعا هذا الجزء اللي هو زي ما ذكرتكم قبل شويه قلنا انه في جزء من اللثه يحيط بسيط بشكل بسيط باعراق الاسنان، واحده من مكوناته هي الجانكشن الابيثيليوم، الجزء المرتبط من الابيثيليوم بالسين. وبعدين السهم اللي وراه رايح على اللثه اللي عامله زي الحزام عند على مستوى سمنتوم جانكشن واللي سميناها الفري جينجيفا، وتحتها على طول الاتاش جينجيفا، وتحتها الخط الفاصل اللي يفصل ما بين الاتاش جينجيفا والالفير ميوكوزا اللي اسمه الميوكو جينجيفا جانكشن. وبعدين الطبقه اللي تحتها لو ركزتم الان الفرق واضح، مركزين كيف الاتاش جينجيفا لونها بينكش بينما الالفير ميوكوزا لونها ريدش، وباين حتى فيها الكابيلاريز واضحه جدا. وزي ما قلنا لو امسكنا باللب وحركناه للابر كذا سحبناه شويه لخارج بنشوف انه الجزء البينك الريدش هذا اللي فيه الاوعيه الدمويه هذه الكابيلاريز يتحرك بشكل واضح. اذا هذه نسميها الالفير ميوكوزا، وهي لا تصنف من ضمن مناطق الايش الجنجفه، هذه ميوكوزا منفصله. طبعا في السن بعدين تشوف باقي الاشياء اللي هي السيمنتم، مؤشر على السيمنتم، وبعدين البرودنتال ليجمنت اللي هي بالوسط زي ما قلنا، واللي تربط السيمنتم من جهه بالالفيرال بون من الجهه الثانيه. اوكي، وبعدين السبونج بون هذه بنتكلم عليها او التربيكال بون او الكانسرس بون، واللي بنتكلم عليها ان شاء الله في محاضرات الالفيرال بون. طيب اذا هل الويث اوف اتاش جينجيفا
في كل مكان مشابه. يعني لو جيت تفرق الاتش جنجيفا بلاقيها في منطقه انسايزرز زي الكناين زي المولرز زي البريمولرز، ولا يختلف؟ لا طبعا يختلف من مكان لواحد لاخر. اكثر منطقه فيها ويت الاتاج جنجيفا هي منطقه الانسايزر. بتلاحظوا ان منطقه الانسايزر توصل فيها الاتاج جنجيفا لحد 7 ملي 8 ملي، توصل ل 10 ملي بالذات الابر، وتوصل بعدين كل ما راحت للخلف تكون تقل تقل تقل، لكن برضو تقل. يعني صح انه في المولر تكون اقل، لكن اقل منطقة في الغالب هي منطقة الفيرس بيرمولر بالذات اللور، تحصل هذه اقل منطقة، تحصل منطقة الاتش جنجيفا تكون 3 4 او احيانا حتى 2 ملي. اذا هي غير متساوية في كل المناطق. طيب في اللينجوال اسبيكت للمانديبول، الان احنا تكلمنا قبل شويه وجالسين نتكلم ونقول نفس الكلام، انه معانا في اتاج 3 جنجيفا وبعدين اتاج جنجيفا وبعدين الفيرال ميوكوزا، وبينهم في ايش؟ في ميوكو جنجيفال جانكشن، صح؟ هل الكلام هذا موجود في كل مكان؟ هل كل منطقه الفم فيها نفس الكلام؟ لا طبعا، في منطقه وحيده ما فيهاش الكلام هذا. يعني في البكال سيرفيس وفي الليبيال سيرفيس في الفيشيال سيرفيس بشكل عام الامامي هذا الكلام موجود. في معانا اتاش جنجيفا وتحتها الفيرال ميوكوزا وبينهم ميوكو جنجيفال جانكشن. في اللينجوال سيرفيس برضه نفس الكلام موجود، بنحصل في معانا كمان اتاش جنجيفا وفي تحتها بعدين في من داخل عند اللسان في مش الفيرال ميوكوزا، في حاجه ثانيه في اللي هي الفلو اوف ذا ماوث، بس برضه عندها نفس الميزات اللي في الفيرال ميوكوزا، عباره عن ايش؟ لثة يعني بعد الفيرميكوزا مباشرة بنحصل قدامنا في الفرو اوف ذا ماوث، بنحصل برضه ميوكوزا لونها مختلف، موبايل فري موبيليتي حاجة زي كده، عشان كده بنحصل في بينها خط فاصل لأنه يفصل بين شيئين مختلفين. طيب فين المكان الوحيد يا دكتور اللي ما فيش هذه الشغلة؟ شغلة فوق البلاتال سيرفيس اوف ذا تيث. ليش يا دكتور؟ لانه احنا الان الجنجيفا تخرج وتدخل على مين؟ على الهارد بلت. الهارد بلت هو ماستيكتر ميوكوزا زيه زي مين؟ زي الجنجيفا. الاثنين يملكوا نفس المواصفات، نفس الميوكوزا، نفس الكريتنزيشن، الكلام متشابه جدا. الاثنين هاردلي اتاشد، مش ما في مش حركه، ما فيش بلاد سبلاي متشابه. اذا عشان كذا ما تقدرش تميز بينهم في خط فاصل. اذا هنا لازم نعرف انه الميوكو جنجيفال جانكشن موجود في كل مناطق الفم الا في منطقه واحده فقط، اللي هي منطقه فين؟ اللي هي منطقه الماكسيلاري او البلاتال اريا اوف ماكسيلاري تيث. الجزء الثالث اللي هو احنا الان تكلمنا عن جزئين اللي هي الفري او المارجنال جنجيفا، وتكلمنا عن الاتاش جنجيفا. الجزء الثالث هو الانتر دينتال جنجيفا، ومن اسمه انتر دينتال معناته انه موجود ما بين الاسنان، يسمى كمان انتر دينتال بابيلا ويسمى كمان بابيلاري جنجيفا. هذه زي ما قلنا اللي هي الجنجيفا اللي تملا الفراغ اللي نسميه الامبراجر، الفراغ اللي بين الاسنان نسميه الامبراجر، تملا الفراغ اللي بين الاسنان اللي هو الانتر بروكسيمال سبيس تحت منطقه الكونتاكت على طول. وطبعا هي شكلها تكون مش واحد، هي طبعا لما نيجي نشوفها كتو دايمنشن بنشوفها قدامنا كانها ايش؟ كانها ايش؟ كانها مثلثه، لكن لما اتكلم كثري دايمنشن فهي ما بتكونش مثلثه. احنا لو قمنا خلعنا السنين هذول وتفرقنا الباب اللي من فوق بنشوف انه شكلها هرميه بيراميدال، وطبعا تكون هرميه بالدرجه الاولى فين؟ تكون هرميه بالدرجه الاولى في المنطقه الاسنان الاماميه، لكن الاسنان الخلفيه لانه الكونتاكت عريض فنحصل انها ما تاخذ شكل الهرم، تاخذ حاجه نسميها تنت شيب، يعني اللي هو ايش؟ شكل الخيمه، بشكل خيمه، تحصل انه زي المدبب من فوق بعدين تعرض شويه زي الخيمه بالضبط، فتكون في الاسنان الاماميه بيراميدال شيب وفي الاسنان الخلفيه تنت شيب، وفي حاجه نسميها انها عندها كمان حاجه، عندها حاجه نسميها الكول شيب، تكلمنا عليها في الصوره اللي قبل شويه، قلنا في راس البابيلا بنحصل حاجه اسمها الكول شيب وبنشوفها في الصوره القادمه. اوكي؟ طيب ايش الكول شيب هذه؟ الكول شيب هذه بنحصل انه عباره عن انخفاض موجود، يعني لو اخذنا صوره للاسنان من البروكسيمال من الميزل او الديستال، عملنا مقطع عرضي كذا من البروكسيمال، قصينا البابيلا من النص، بنشوف انه البابيلا من الجنب مش مدببه تماما زي الجبل، لا، في اعلى قمه الجبل حق البابيلا، اعلى البابيلا بنحصل في زي الانخفاض البسيط، ديبريجن بسيط، هذا الديبريجن على شكل زي الفالي لايك ديبريجن، يعني زي الكريتر لايك، زي الفوهه كذا، شكل زي الفوهه، هذه عباره عن منطقه منخفضه، وهذه ليش؟ هذه تمثل
ليش عامل الشكل هذا؟ عشان تعمل كوينسايد، تتطابق مع شكل الكونتاكت بين الاسنان. الان انا عندي كونتاكت بين السنين، بين مثلا الانسايزر واللترال، الكونتاكت في المنطقه هذه لازم علشان يعني تتطابق البابله على هذا المكان، تعمل هذا الانخفاض البسيط عشان تطبق على منطقه الكونتاكت. لو كانت مدببه الكونتاكت بيكون ما فيش كونتاكت اصلا، يا اما فاصل الاسنان، يا اما الكونتاكت بيضغط على المنطقه هذه وبيعمل انفلاميشن. اذا هي زي ما قلنا منطقه انخفاض يسميها انتردنتال كول، عشان تتطابق مع منطقه الكونتاكت بين كل سنين. طيب شوفوا الان قدامنا هذه البابلة، شايفين الفرق بين كل صورة وصورة؟ شوفوا الصورة على الشمال فوق هذه، يعني شايفين البابلة قمة الروعة، هيلثي، مالية المكان، لونها حلو بينك. يعني دائما اصحاب بيننا بمشكلة، احنا اصحاب الجراحة، انه احنا دائما نحاول نحافظ على البابلة بشكل كبير جدا، ويجلسون يا اصحاب الجراحة يعني يحاولوا يمسكوا النقطة هذه. أصحاب البابلة عندهم الباب، أصحاب البريو عندهم البابلة، حافظ لي على البابلة. وأحيانا تحصلوا في لو أنت شغال عندهم في المستشفى، يعني العملية مشتركة أو حاجة زي كذا، أول ما يجي يشوف وهذه البابلة مزعلك، شلناها يلا طيرناها عليك. يعني أنت تكون ذاك الوقت تقول يا دكتور، يا دكتور نفسك. طيب ليش يا دكتور هذا التهويل الشديد؟ هي بالاخير بابله، لا هي مش بالاخير بابله، البابله هي من اهم الاشياء. ليش؟ لانها تلعب دور كبير في الجينجيفال هيلث، وتلعب دور كبير لانها تغلق الفراغات تماما، تمنع مرور اي شيء داخل الاسنان. الشيء الثاني كمان انها تلعب دور كبير بالاستيتيك، بالاستيتيك تلعب دور كبير جدا. يعني انت الان شوف الفرق بين الصوره امامك الان، يعني الان احنا فرق الصوره اللي فوق شمال، والصوره اللي فوق يمين، والصوره اللي تحت شمال، والصوره اللي جنبها. لما كان الجنجفا اللثة البابيلا هيلثي، شوفوا كيف كان شكل الاسنان، كيف تعطي منظر صحي، كيف تعطي منظر جميل، كيف تعطي منظر صغير في العمر. شوفوا الصوره تحت مباشره اللي تحت شمال هذه، لو 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 نظرنا كذا شكل الشفايف، شكل الجلد اللي موجود امامنا، كم بنعطي عمر لهذه الاخت اللي موجوده هنا؟ يعني بالعقل انا لو عن نفسي بقول لك في الثلاثينات، يعني شكل الجلد حقها في الثلاثينات. لكن اول ما يجي عيني على منطقه الفراغ بين الاسنان هذه، كم يعطي لها عمر؟ اول ما تيجي عين المنطقه هذه على طول اعطي العمر انها فوق الخمسينات. ليش؟ لان الفراغ اللي بين اسنانها هذه اعطانا يعني فكره انها كبيره في العمر. اذا وقبيح المنظر، قبيح. اذا زي ما قلنا البابيلا لازم نحافظ عليها. طيب يا دكتور هذا السبب الوحيد؟ ايوه، في سبب ثاني، في سبب ثاني انه علاجها صعب جدا. البابيلا ريكونستراكشن من العمليات اللي نسبة نجاحها مش عالية جدا، وفي الحالات كثيرة حتى لو عملتها ونجحت وقتها يحصل فيها ريلابس. اذا لازم نحافظ عليها بقدر الامكان. ركزوا على الصوره الثانيه، في بارشيال لوس. لو ركزنا في على الصوره الثانيه، الفراغ اللي حصل بين السنتر واللاترال حصل حاجه نسميها البلاك تريانجل. هذا بالنسبه لنا احنا في في البريو نايت مير، كابوس، كابوس، لان ما تقدرش تعالجه. يعني انت ممكن تروح للعلوج لحلول الاورثو وحلول حلول الكومبوزيت احسن من الكلام البريو نايت تعالجه، عشان كذا صعب انك تعالجه، عشان كذا احنا فعلا نخاف منه. شوفوا الحاله اللي تحت ضغطكم في الـ في الـ اللي هي تحتها مباشره، اللي هي فيها تضخم. اذا البابله مش فقط ممكن نفقدها، ممكن برضه تتضخم معانا نتيجه التهاب، نتيجه تروما، نتيجه انفكشن، نتيجه اورثو. بس هذه مش مشكله كبيره، هذه انا ممكن اعمل لها جنجيفكتومي وارجعها زي ما كانت واحسن، ما عنديش مشكله كبيره. مشكلتي الكبيره دائما فين؟ مشكلتي الكبيره في شغله لما يكون معانا اللوس، البابله لوس، وبتكون البلاك ترانجل. الصورة الأخيرة اللي بتكلم عليها اليوم وهي انتردنتال كول، زي ما احنا شايفين في الصورة اللي أمامنا يمين وشمال، عبارة عن انخفاض في قمة البابلة، ممكن يكون صغير في الأنتريور تيث ويكون أعرض في البوستريور تيث. هذا شيء طبيعي لأن الكونتاكت في المنطقة الأنتريور تيث غير الكونتاكت في البوستريور تيث. الكونتاكت في الأنتريور تيث هو عبارة عن بوينت صغيرة مش كبيرة، لكن في البوستريور تيث هي عبارة عن أريا أكبر بكثير. مع صورة الطفل الحزين هذا الباكي، يعني شايفين اللي ما نظف اسنانه يوصل للنتيجة هذه في الاخير، يصل الى هذه المرحلة. طبعا عشان ما يجيش واحد يقول يا دكتور كيف حصل للطفل هذا الكلام، هذه صورة فوتوشوب، لانه قد انسأل في المحاضرة اكثر من مرة، يقول يا دكتور كيف هذا حصل له، كيف يوصل للدرجة هذه. فمع الصورة هذه ننهي اول محاضرة من محاضرات البريو. ان شاء الله نكون استفدنا، وان شاء الله نكون قدرنا نوصل المعلومه بشكل مناسب، وان شاء الله بنستمر في محاضرات البريو حتى نصل الى اعلى او اخر محاضرات البريودونتولوجي. ان شاء الله نلتقي في محاضره قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.